لارا، ماذا تتوقعين أن تجدي؟ أترغبين معرفة ذلك؟ لا، لكن عليك أن تخبريني. إن روح ملكة الشمس القديمة عالقة في جسد ميت، وغضبها يتسبب بالعواصف. إن دمرنا الجسد فستتوقف. وماذا يريد ميثايس مساء؟ لا أعرف، وهذا أكثر ما يرعبني. وأعرف أن هذه خطة جنونية. إنها كذلك، لكن الجنون هو كل ما لدينا حتى الآن، فلنفعل ذلك. جيد، هيا بنا. لا، سأحتاج إليك وإلى رايس لكي تحرسا المدخل الرئيسي بينما أبحث عن سام. ستدخلين وحدك؟ المزيد من الأفراد يعني المزيد من خطر الكشف عنا. أحتاج إليكما هنا لكي تقضي على أكبر عدد من الأشرار. لن يكون السولاري فقط، سيكون هناك الساموراي أيضا. كل شيء ليس أنا أو سام، أطلق النار عليه. يا صغيرتي، هذا ليس الوداع. لن أقول لك وداعا. نحن نؤمن حمايتك. إنهم يتولون حراسة المعبد، ينتظرون فقط إلى أن يتعرفوا إلى ملكتهم الجديدة من خلال الذي أعادها إلينا. بالتأكيد، بالتأكيد، سبق أن واجهت تلك القبائل البدائية، فلنحصل على بعض الجوائز. ماذا يفعل؟ أنا أدعى دكتور جيمس ويتمن، جئت إليكم بسلام. جئت إليكم بملكتكم الجديدة. لا، إنها ملكتكم. ماذا تعني باليابانية؟ الجو. سنقضي مرتاح. Thank you.
الآن بعد كل هذا الوقت؟ يتكلم عن ملكة الشمس الأخيرة، لكن ما علاقة هيميك بهذا؟ لقد كانت الملكة الأولى، ومثايس يعتقد أن اللسان علاقة، وذلك ليس جيداً. اللعنة ويتمن تفعل المستحيل للحصول على الخبر. أعرف أن الإجابة داخل حجة الطقوس، لكن الوصول إليها صعب، فالحراس العاصفيون يحمونها. علي القيام بذلك، لكنني خائفة مما قد أجده.